أولا تأسيا بكتاب الله، فكل سورة مبدوءة بالبسملة عدا التوبة، لخلاف عند أهل العلم هل هي جزء من الأنفال أو سورة مستقلة. السبب الثاني تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ كتبه ورسائله إلى الملوك والأمراء بالبسملة، كما في رسالته إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ولهذا يجرون هذه الكتب مجرى الرسائل. ثالثا لما جاء في الأحاديث والآثار في فضل البدء بالبسملة، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. رابعا يبدأون بها لأجل البركة، فاسم الله مبارك، ما ذكر على شيء إلا تبارك. إذا ذكرت اسم الله على الطعام لم يشاركك الشيطان، إذا ذكرت اسم الله على الذبيحة كانت حلالا. فاسم الله مبارك، ما ذكر على شيء إلا تبارك. وإذا قلت بسم الله فيقدر بحسب الحال، هنا بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ. وخامسا يبدأون بها لأجل الاستعانة، فالباء يؤتى بها للاستعانة. لهذه الأسباب يبدأ أهل العلم كتبهم بالبسملة.